قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام. أما الجزيرة والشام فقد دخلوا في الدين أفواجا، وصار إسحاق في أرض الشام وإسماعيل في أرض الجزيرة العربية، والناس على إيمان وتوحيد. قال الله عن هذه الملة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. محاضرة للشيخ فاروق عقلان وفقه الله كانت بتأريخ 4 من شهر ربيع الآخر لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن مدار ذكر الأنبياء في كتاب الله على 7، وذكرنا أن باب الأنبياء في كتاب الله ذكر كثيرا إجمالا وتفصيلا وإشارة وتلميحا، فقد أخذ باب النبوات والرسالات في كتاب الله باب كبير، وإن ولو أحاط المسلم بهذا الباب لتبين له جزء كبير من أجزاء التفسير. التفسير هو الباب الذي قد هجر كثيرا وزهد عنه الكثير من المسلمين. لذلك نقول في هذه الدروس المراد والغاية منها هو تفسير آيات الله، تفسير آيات الله في هذه الأحداث التي قد ذكرها الله في كتابه كثيرا. وقلنا أن مدار هذه القصص في ذكر في كتاب الله على 7 هم المذكورون في سورة الحج، في قوله تعالى: فإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. بعد ذلك قال الله: وكذب موسى الذي جاء بعد أن أهلك الله القرون الأولى. إذن كما جاء، وقلنا أيضا أن أول نبي في الأرض هو آدم، كما جاء في البخاري أنه نبي مكلم كلمه الله تكليما. ثم بعد وفاة آدم بعشرة قرون جاء نوح، ثم بعد ذلك سيأتي إبراهيم بعد وفاة نوح ب10 قرون. بين إبراهيم ونوح جاء هود وصالح، هم الذين ذكرهم الله في كتابه. وهناك أنبياء كثر لم يذكروا، كما قال الله: ورسلا قد قصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك. وكذلك قال الله: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. لكن من هم الذين ذكرهم الله بين نوح وإبراهيم؟ هم هود وصالح. ألا ترون إلى هود وهو يقول لقومه: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ثم جاء صالح يقول لقومه: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. ألا ترون في قوله تعالى: وهو الذي أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. فإذا قرأت في كتاب الله تجد: أرسلنا نوحا إلى قومه
ثم وإلى عاد أخاهم هودا، ثم بعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا، ثم معك ثلاث طرق. إذا كان السياق سياق المهلكين ذكر قوم لوط المؤتفكات، هو الذي أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة أي المنقلبة، انقلبت قراهم بسبب انقلاب فطرهم فانقلبت قراهم، والمؤتفكة أهوى. وإن كان السياق سياق العبر ذكر إبراهيم أو وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم، لأن إبراهيم ولوط في زمن واحد، فلذلك اليوم سيكون حديثنا عن إبراهيم الذي هو جاء وولد في العراق. هنا هذه الخريطة، أنتم الآن في هذا المجلس، مجلسكم ها هنا، أنتم في هذا المكان بالضبط، تجلسون في هذا المكان، وهذه القبلة أمامكم مكة، أمامكم هذه مكة، وهذه القبلة إلى مكة شمالا، ثم المدينة صعودا 400 كيلو، ثم صعودا إلى أرض ثمود، ثم إلى أرض الشام، وهذه هي أرض الجزيرة، وهذا الغرب هو الغرب، وهنا الشرق، وهذا الشمال، وهذا الجنوب، فهذه قبلتنا الآن في هذا المسجد. إذن أين العراق حيث ولد إبراهيم؟ انظر هنا أنت، اذهب شمالا إلى مكة، ثم استمر صعودا إلى المدينة، ثم استمر صعودا إلى أرض العراق. هذه أرض العراق، شمال العراق، جنوب العراق، شرق العراق، هذا غرب العراق، في جنوب العراق ولد إبراهيم عليه السلام. وجد قوما يعبدون الأصنام، فوجد قومه مع أبيه فقال لهم ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. يسألهم سؤال يريد منهم جوابا، فقال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فنحن على آثارهم مقتدون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فما زال يدعوهم فكذبوه. ثم قال له أبوه في يوم من الأيام هيا معنا يا إبراهيم إلى عيد لنا، سنخرج إلى عيد، هيا معنا يا إبراهيم إليه. فنظر إبراهيم نظرة في النجوم، قال صاحب التفسير الميسر نظر إبراهيم إلى النجوم ينظر متفكرا كيف يخرج من طلب أبيه لما قال له هيا معنا إلى عيد لنا، فنظر نظرة في النجوم، فقال صاحب التفسير الميسر متفكرا كيف يخرج من طلب أبيه، فقال إني سقيم، إني مريض يا أبتي، فتولوا عنه مدبرين. فقال إبراهيم في نفسه قولا لم يبده لهم، قال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تولوا ذاهبين إلى عيدكم، إلى عيدكم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما تولوا عنه مدبرين إلى عيدهم، هذا القول يقوله إبراهيم لم يسمعه أحد قاله في نفسه، ثم انطلقوا إلى عيد لهم، فلما تولوا عنه مدبرين راغ مسرعا إلى آلهتهم، فدخل إليها وقد وضعوا لها الطعام ريثما يعودون من عيدهم، فنظر إلى هذا الطعام فقال مخاطبا الأصنام ألا تأكلون؟ كلمة ألا تأكلون معناها اتفضلوا، هكذا في اللغة ألا تأكلون أي اتفضلوا كلوا، ألا تأكلون؟ لم يجبه أحد، فقال لهذه الأصنام ما لكم لا تنطقون؟ فأقبل عليهم يضربهم ضربا باليمين حتى دمرهم جميعا إلا كبيرا لهم لعلهم أي لكي إليه يرجعون. فعادوا من عيدهم فوجدوا ذلك الدمار، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال الناس سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويأمرنا أن نترك عباد هذه الأصنام، ويسفهنا في عبادتها يقال له إبراهيم. فما يعاد إبراهيم؟ يقال له إبراهيم طلاب العلم أصحاب النعم يمين يسار إبراهيم، يقال له إبراهيم نافع، من قال نافع؟ طيب الأشهر أن هذا منادى للداء محدود تقديره يا، يقال له يا إبراهيم، لكن هناك قول آخر أنه نافع لكن أقوى أنه منادى لحرف نداء محدود يقال له إبراهيم. فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون، ثم قالوا أتوا به على أعين الناس، احضروا جميع أهل المدينة فليحضر جميعا، فليحضروا جميعا إلى هذا المكان، ثم يأتوا بإبراهيم
ليعترف أمام الجميع لعلهم أي لكي عليه يشهدون، ثم يحكمون حكما، ثم يحكمون حكما يرونه فيه، ائتوا به على أعين الناس أمام الجميع لعلهم أي لكي عليه يشهدون. فلما جاء به: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فراجعوا إلى أنفسهم متفكرين، قالوا: إنكم أنتم الظالمون. لو كانت تنفع أو تضر لحمت نفسها، إنكم أنتم الظالمون. ثم جاء الشيطان فنكسهم على رؤوسهم. قالوا: يا إبراهيم، إنك تربيت فينا وفي أرضنا ونشأت بيننا، وقد علمت أن هذه الأصنام لا تنطق، كيف تأمرنا أن نسألها وهم لا ينطقون؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ أف لكم، مخاطبا هذا الجمع العظيم، أف لكم ولم تعبدون من دون الله؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ وقد جمع الناس فقالوا: انظروا في أمره. قالوا: اقتلوه. قالوا: بل حرقوه، فالحريق أشد إلاما، افنوا له بنيانا، القوه في الجحيم. فبنوا ذلك البناء أياما، ثم رمي إبراهيم فيها، وقيل أنه استمر فيها 50 يوما. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فخرج إبراهيم معافى سليما من هذه النار. فانطلق الركبان في الأرض يسيرون بهذا الحدث حتى بلغ ذلك النمرود المتكبر، فجيء إبراهيم إليه فقال: من ربك يا إبراهيم؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال: أنا أحيي وأميت. فجاء برجلين فقتل واحد وترك الآخر، قال: انظر، أنا أحيي وأميت. فانطلق إبراهيم إلى ما هو أعظم، فقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت، بهت أي انقطع وتحير ولم يجد جوابا، كأنما ألقم حجرا. فبهت الذي كفر ولم يجد جوابا ولو بسيطا يرد به على إبراهيم. بهت أي انقطع وتحير ولم يجد جوابا. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم عاد إبراهيم إلى أبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فرد عليه أبوه: أراغب أنت عن آلهتي؟ كاره أنت لآلهتي؟ مفارقا لها يا إبراهيم؟ راغبا عنها لا تريدها؟ لئن لم تنتهي عن قولك هذا لأرجمنك، كلمة لأرجمنك، لنرجمنك في كتاب الله، المراد بها القتل رميا بالحجارة. لئن لم تنتهي يا إبراهيم عن قولك هذا لأرجمنك، لأقتلنك يا إبراهيم رجما بالحجارة، إن لم تحرق النار سأقتلك بالحجارة. اهجرني، اهجرني مليا، اخرج من دياري، اترك أرضي، لا أريد أن أراك زمنا طويلا. مليا أي زمنا طويلا، غادرني، لا أرى وجهك، ابتعد عن أرضي. لأرجمنك، لا أقتلنك، إن لم تحرق النار سأقتلك رجما بالحجارة. اهجر لي مليا، اخرج من أرضي ودياري، غادر بلادي. قال: سلام عليك يا أبتي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وقال: سأعتزلكم وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا في جنوب العراق بعد ذلك، لما تكاملت أسباب الهجرة بأن كذبه قومه وطرده أبوه من أرضه، طلب منه المغادرة وأن لا يرى وجهه زمنا طويلا. آمن له لوط، قال: فآمن له لوط، ركزوا على هذه النقطة، فآمن له لوط في أرض العراق. لوط آمن لإبراهيم وهو ابن أخيه، لوط ابن يعني يقول لإبراهيم يا عمه، إذن هو ابن أخيه. فقال إبراهيم، قال ذلك، قال: فآمن له لوط، هو ابن أخي إبراهيم، آمن له في أرض العراق. قال الله، قال إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي سيهديني. فقال الله عن هذا الموقف، قال: فنجيناه إبراهيم ولوطا معه إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها إلى العالمين. أرض الشام مطلقا وأرض بيت المقدس خصوصا، هذه الأرض
التي وصفها الله في كتابه في آيات عديدة. قال في بعضها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من هنا من مكة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون هنا في مصر. ماذا أورثناهم؟ أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عن قوم سبأ هنا في أرض اليمن، قال عنهم هنا أرض سبأ في هذه المنطقة في مأرب، قال: وجعلنا بينهم، أي بين قوم سبأ وبين القرى التي باركنا فيها، جعلنا بينهم وبين هذه القرى قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وقال أيضا عن هذه الأرض عن سليمان: فسخرنا له الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وهكذا نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، لينطلق لوط وإبراهيم شمالا حتى وصلوا إلى أرض حران، شمال سوريا. هذه الأيام ما بين تركيا وسوريا هنا في الشمال في هذه المنطقة أرض حران، وصل إبراهيم ولوط معه صعودا مسافة 1800 كيلو بل أكثر من ذلك، يسيران مهاجرين إلى ربهم إلى الله: إني مهاجر إلى ربي سيهديني. فوصل إبراهيم ومعه لوط إلى الأرض المباركة، إلى أرض أولا إلى أرض حران، فوصل إليها فوجد قوما يعبدون الكواكب والنجوم والشموس والشمس والقمر، وقالوا: هذه الآلهة التي خلقتنا وهي التي ترزقنا وتحمينا. فبدأ إبراهيم يحاور هؤلاء القوم، قال لهم: ما الآلهة من هذه؟ ها هذه الكواكب أم الشمس أم القمر أم النجوم؟ فبدأ إبراهيم يحاور هؤلاء القوم. لما رأى كوكبا قال: هذا ربي. هنا هذه الكلمة خبرية، لكن من أسلوب العرب أن يأتوا بالاستفهام على هيئة خبر. هو يقول: هذا ربي، أي أهذا الرب الذي يستحق العبادة؟ أهذا ربي؟ وهذا أسلوب عربي موجود في كتاب الله وفي كلام العرب. ألا ترون في قوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون؟ حذف الاستفهام، أي أفهم الخالدون؟ ألا ترون في قوله تعالى لما قال الساحر لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ ماذا يريدون؟ أئن، هذا هو الاستفهام. إبراهيم الآن يقول: أهذا الرب الذي يستحق العبادة؟ يقول: هذا ربي، أي أهذا هو الرب المستحق العبادة؟ أهذا ربي؟ هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، أنا أريد إله لا يغيب، لا يغيب، أريد إله لا يغيب ولا يأفل، لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، أي أهذا الرب المستحق العبادة؟ فلما أفل قال: لئن لم يهدي ربي لا أكون من قوم الضالين. ثم رأى الشمس بازغة وهي قال: هذا أكبر، أي هذا الذي يستحق العبادة، هذه الشمس هي أكبر الجميع، أهي التي تستحق العبادة، هذا هو الرب. فلما أفلت قال: وجهت وجهي، يا قوم وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله ذلك في كتابه في البداية والنهاية، أن أرض حران كانوا هم الذين حاورهم إبراهيم على هذه الكواكب، لأن قومه الذين في العراق كانوا يعبدون الأصنام، فكان حوار النجوم هنالك في أرض حران حول شمال سوريا. ثم نزل إبراهيم ولوطا معه إلى أرض فلسطين، استقر فيها إبراهيم، منها يخرج وإليها يعود. استقر إبراهيم ولوطا معه إلى أرض في أرض فلسطين، منها يخرج وإليها يعود. وهنالك قال الله عن لوط: ولوطا آتيناه حكما وعلما. آتى الله لوط الحكم والنبوة، ثم أرسل الله لوط إلى هذه المنطقة الزرقاء بين الأردن وفلسطين. هذه الأيام يطلق عليها البحر الميت، طوله 120 كيلو طولا، وأطول وأكبر عرض 60 كيلو. هذا البحر هي القرى التي كانت تعمل أو ترتكب الخبائث المؤتفكات، الذين أرسل إليهم لوط يدعوهم إلى الله، فاستمر لوط في دعوته، واستمر إبراهيم في دعوته، وصار لإبراهيم أمة، واستجابوا له: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
وهكذا استمر إبراهيم في دعوته ولوط في دعوته. فنزل إبراهيم معه سارة، نزل غربا ودخل سيناء ودخل أرض مصر. فقيل للملك المصري: لقد دخل أرضك امرأة من أجمل نساء الدنيا. وفعلا كانت سارة من أجمل نساء الدنيا في زمانها. من سارة سيأتي يوسف أجمل البشر بعد آدم. من جمال هذه المرأة سيكون يوسف، سيأتي ليكون أجمل البشر بعد آدم، وهو يوسف من سارة التي ستأتي بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وسيأتي يوسف من يعقوب. إذن هنا قال له: لقد دخل أرضك امرأة من خير نساء الدنيا ومن أجمل نساء الدنيا. فجاء بها إليه فلم يقدر على أن يقترب منها، جعل بينه وبينها حجاب، وما زال بها حتى إذا رأى الموت قال: لقد جئتموني بشيطانة، اخرجوها من أرضي، اخرجوها من قصري. وأعطاها هاجر جارية تخدمها، اعطوها هاجر تخدمها، وكان خائفا منها اتقاء لشرها أعطاها هاجر، اعطوها هاجر تخدمها وتغادر أرضي. وهكذا خرجت سارة ومعها هاجر، وانطلق إبراهيم بهاجر وسار شرقا إلى أرض بيت المقدس، إلى أرض فلسطين قبل أن يبنى بيت المقدس. ثم قامت سارة فأعطت هاجر هدية لإبراهيم، فجاء منها إسماعيل، فأمر الله إبراهيم أن ينزل جنوبا بهذا الغلام مع أمه إلى أرض مكة قبل أن يبنى البيت الحرام. فنزل بهم جنوبا، هذه الآلاف الكيلومترات ينزل جنوبا حتى دخل بهم مكة. ثم لما خرج يريد أيضا صعودا إلى الشام، نادى ربه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، أي لكي يقيموا الصلاة، ربنا اجعل أفئدة من الناس في هذه الجزيرة تهوي إليهم وتسكن معهم، وارزقهم من الثمرات، يا رب ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فجاءت برهم وسكنت مكة مع إسماعيل وهاجر، وهم قوم عرب، وإسماعيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط ليسوا عرب، بل هم من أرض العراق، من أرض الآراميين. وهكذا تربى إسماعيل في العرب، ثم نشأ فيهم، ثم تكلم العربية كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس بأن أول من نطق العربية المبينة التي نحن عليها الآن هو إسماعيل لما بلغ عمره 14 عاما. وعاد إبراهيم إلى فلسطين مستقرا فيها يدعو إلى الله ولم يتوقف. ثم أمره الله أن يذبح إسماعيل، فنزل إبراهيم جنوبا مرة أخرى إلى مكة بعد أن بلغ إسماعيل السعي، وصار رجلا يسعى ويقلب الأرزاق في أوقات أحب، في أوقت يكون فيه الولد أحب إلى أبيه. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فقال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي أسلم إبراهيم لأمر ربه، وأسلم إسماعيل لأمر ربه وأمر أبيه، تله للجبين. ما معنى تله؟ أي وضعه على جبينه، تله أي وضعه، كما جاء في حديث ابن عباس لما كان يمين رسول الله وبعد ابن عباس أبو بكر وعمر، فشرب رسول الله ثم قال لابن عباس: أتأذن أن أسقي الأشياء قبله؟ فقال: لا أذن بسورك يا رسول الله. فتله في يده أي وضعه في يده، تله للجبين أي وضعه على وجهه على جبينه، ثم بدأ ليذبح. فمحيل بينه وبين الذبح، فنودي فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. نزل من السماء كبش عظيم فداء لإسماعيل. فوصف الله هذا الموقف، قال: إن هذا لهو البلاء المبين. جاء إسماعيل لإبراهيم على كبر، ألا ترون في قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. أمره أن يذهب به إلى الوادي فذهب ولم يتردد غير لزرع، ثم اذبح فكاد أن يذبح ولم يتردد. قال الله: إن هذا لهو البلاء المبين. فكافأ الله إبراهيم على هذا البلاء بأن بشره بغلام عليم. ستأتي الآن معنا ثلاثة أحداث مترابطة يربط بعضها بعضا. الحدث الأول ذبح إسماعيل كان من نتيجته أن بشر الله إبراهيم بإسحاق،
ذلك أنه بعد هذه الحادثة صعد إسماع إبراهيم صعودا مرة أخرى شمالا منطلقا إلى أرض فلسطين سائرا إلى أرضه هنالك. وقد استمر لوط في دعوته سنوات طوال يدعو قومه إلى الله. انظروا ما بين الخروج وبين هذه الحادثة زمن، بين خروج إبراهيم ولوط من أرض العراق إلى هذه الحادثة زمن. هنالك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والآن نحن نتحدث عن قول إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ولوط قد استمر السنوات الطوال يدعو قومه فلم يستجب لهم له أحد، فنادى ربه رب نجني وقومي وأهلي مما يعملون، وقال إني لعملكم من القليل أتأتون الذكرانة وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال لهم إنكم تأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال إنكم لتأتون في ناديكم المنكر ولا يستحي بعضكم من بعض إنكم قوم عادون ربي نجني وأهلي مما يعملون. وهكذا دعا لوط على قومه مع عودة إبراهيم إلى أرض الشام. فجاء لما عاد إبراهيم أجاءه الضيوف، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الذين سيبشرنه بإسحاق الذي قال الله عنه بعدها قبلها قال إن هذا لهو البلاء المبين، وبشرناه بغلام عليم. بأن جاء الضيوف إليه لما عاد إلى أرض فلسطين وصل الضيوف إليه فدخلوا عليه وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام أنتم قوم منكرون ما رأيتكم من قبل ولا أعرفكم وليس عليكم أثر السفر أنتم قوم منكرون. فراغ مسرعا إلى أهله قبل أن يعلم الضيفان متسللا، فذبح العجل السمين ثم قلاه وصلاه ثم جاء به وقربه إليهم عجل سمين وأيضا حنيذ، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون أي تفضلوا كلوا. ولم يتحرك أحد من مجلسه ولم تصل إليه أيديهم، فلما رآهم لا يتحركون من مجلسهم ولا تصل أيديهم إلى هذا الطعام ازداد خوفه، قال إنا منكم وجلون إنا منكم خائفون. فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وامرأته قائمة تسمع هذا الحوار فضحكت فرحا بهلاك قوم لوط، فأخبر لوط عند سار إبراهيم أولا بأول ففرحت بهلاك هؤلاء المجرمين فضحكت، فقالوا نبشرك يا إبراهيم. قال بما تبشروني؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشروني؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون وهكذا قالوا نبشرك من هذه المرأة بغلام عليم. فلما سمعت أقبلت هذه المرأة سارة أقبلت امرأته في صرة أي في صوت المرأة المستغربة المتعجبة من هذا الأمر العجيب، فأقبلت داخلة عليهم في صرة صوت المرأة المستغربة. صرة المرأة معروفة عندنا صرة، وهي تصر وطرطب وجهها وصكت وجهها، فدخلت عليهم وهي في صوت الصوت المرأة المستغربة وطلطم وجهها وصكت وجهها وقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. فقال لها الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، الروع الخوف من هؤلاء الضيوف، ذهب الخوف وجاءته البشرى بإسحاق، بدأ إبراهيم الآن يجادل الرسل بما على قوم لوط أمهلوهم أجلوهم لعلهم يعودون. ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فقال الملائكة يا إبراهيم اعرض عن هذا، توقف عن هذا الكلام، لا تتحدث عن هذا الكلام، توقف اعرض عن هذا الكلام، إنه قد جاء من ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. فقال إبراهيم
كيف تهلكونها؟ إن فيها لوطا، إن في هذه القرية لوط، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فإذا بالضيوف يصلون إلى لوط وهو يعمل خارج قريته في العصر أو بعد العصر، وهو وهم على ثياب جميلة عليها الطيب الجميل، تلك الرائحة الطيبة عليهم، تلك الوجوه المسفرة وذلك الجمال فيهم، فوصلوا إليه فقالوا نحن ضيوفه. فقال أنتم قوم منكرون، ما رأيتكم من قبل ولا عليكم هذا السفر، وأنتم على هذا المنظر لا يصلح دخولكم هذه القرية، إنهم مفسدون يأكلون الدكان ويذرون أزواجهم. وقالوا نحن ضيوفا، فقال لقد منعت من استقبال الضيوف، ذلك أن أهل الجزيرة كان ليس لهم طريق إلى الشام إلا أن يمروا على قرى قوم لوط، فكان أهل قوم لوط يأتون فيستقبلون الضيوف في بيوتهم ويرتكبون فيهم الفحشاء والعكس، فكان لوط يأتي إلى المارين في الطرقات يمنعهم من دخول هذه القرية أو يستقبلهم في بيته، فجاء إليه قومه فقالوا إن استقبلت الضيوف لنفعلن بك وكذا وكذا، لنخرجنك من أرضنا لئن استقبلت الضيوف، ممنوع ممنوع أن تستقبل الضيوف. فقال إني قد منعت من استقبال الضيوف. قالوا نحن ضيوفك. فسيئ وصف الله ضيق لوط من هؤلاء الضيوف، فسيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عسير، كيف أدخلكم من أهل القرية وأنتم على هذا المنظر وهم قوم مجرمون؟ فقال هذا يوم عسير، فدخل بهم على سقوط الشمس أو على الظلام، فدخل بهم إلى بيته، ثم انطلق الخبر إليهم. قال بعضهم بأن زوجته هي التي أخبرت قومها بأن الضيوف عند لوط كما تحبون. فأقبل الناس، فجاء الناس يضربوا البيت، يا فلان هيا لوط عنده ضيوف، يا فلان لوط عنده ضيوف، يا فلان، حتى اجتمعوا مجموعة من السفهاء منهم، واجتمع فأقبل أهل المدينة يستبشرون إلى لوط إلى بيته، فأقبل أهل المدينة يستبشرون، فأقبلوا إليه يهرعون، فقودهم الشياطين حتى أقبلوا على بيت لوط، يا لوط أخرج ضيوفك. قال يا قومي هؤلاء ضيفي، لا تخذوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد يردكم عن هذا الغي؟ هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا أولم ننهك عن العالمين، أولم نمنعك من استقبال الضيوف، أولم ننهك عن العالمين؟ ما معنى أولم ننهك عن العالمين؟ أي ألم نمنعك من استقبال الضيوف؟ تستحق الذي سيأتيك الآن، تستحق، ألم نمنعك أولم ننهك عن العالمين؟ فقال يا قومي هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هؤلاء بناتي هن أظهر لكم إن كنتم فاعلين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. تعلم نحن نريد الضيوف، وأنت تعلم علم يقين نحن نريد الضيوف. فهل أراد لوط بناته اللاتي من صلبه أم نساء البلدة؟ قولان. قال بعضها التفسير أراد لوط نساء أهل البلدة، هؤلاء نساء البلدة أطهر لكم من هذه الفاحشة وأعف لكم، تزوجوهن خيرا لكم. وقال بعضهم بل أراد نساء بناته التي من صلبه منهم السعدي. قال يعلم لوط علم يقين أنهم لن يقبلوا هذا العرض، فقال لهم كإعذار لهم، وذكر قصة سليمان مع الغلام الذي اختصرت فيه الإمرأتان، ذكر هذه القصة وقال إن لوط يعلم أنهم لن يقبلوا. ثم قالوا أولم منهك عنه، فقالوا لا محس نريد ضيوفك. فضاق لوط، طبعا الضيوف الآن المتكئ يتفرجون على هذا الحوار، لوط من داخل البيت وقوم لوط من خارج البيت في هذا النزاع، فضاق فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي، لو أن لي بكم قوة لدمرتكم ولا حميت ضيوفي منكم ولا فعلت بكم الأفاعيل، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي قبيلة، لو عندي إخوة، لو عندي أولاد عم، لو عندي رجال معي، والله لحميت ضيوفي ولا ما فعلتم هذا الفعل، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. سؤال، طيب أين أولاد عم لوط؟ لماذا دفع عنه يمين؟ لماذا قبيلة لوط لا دفع عنه يمين؟ الوسط واليسار قد هم معه، خربان معه، صح؟ طيب قول
أيوة، هو ليس من هذه البلدان، ركزوا معي الآن، هو مهاجر، هو غريب، هاجر مع إبراهيم فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فلوط ليس معه أحد، وحيد فيهم، غريب فيهم. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال الملائكة في هذه اللحظة الشديدة عندما تشتد يأتي الفرج، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فخرج الملك إلى خارج البيت فطمس أعينهم الذين عند الباب، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثم سيأتي الصباح العذاب المستقر. فقال الملائكة يا لوط، قال ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، بعد أن قال الملائكة يا لوط إنا رسل ربه لن يصلوا إليك. فخرج إليهم الملك فطمس أعينهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فقال الملائكة يا لوط اسري، اسري ليلا، كلمة اسري يعني الليل، اسري بأهلك بقطعا من الليل، أي بعد مضي وقت من الليل، اسري بأهلك بقطعا من الليل واتبع أدبارهم، اجعلهم أمامك وأنت تسير خلفهم، هؤلاء أهلك اجعلهم أمامك وأنت تسير خلفهم، قال واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، إذا سمعتم صوتا غريبا وأمرا هائلا لا تلتفتوا إلا امرأتك. طيب هل امرأتك؟ اسري بأهلك إلا امرأتك، أم لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك؟ يصح الاستثناء عن الفعلين، يصح أن يقال اسري بأهلك إلا امرأتك، ويصح القول لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فإنها دعها فدعها تلتفت، هذا يصح الاستثناء عن الفعل اسري وعلى لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصاب. وامضوا أي تحرك سريعا حيث أمرتم، شمالا إلى أرض إبراهيم، عند إبراهيم سيصعد شمالا لوط إلى عمه مع أهله مع بناته. ثم جاء الصباح، قال الملائكة للوط يا لوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فجاء الصباح فقلعت تلك القرى من جذورها، ثم جاءتهم صيحة مرعبة، ثم ارتفعوا إلى السماء حتى سمع أصوات الديك والكلاب في السماء، ثم قلبوا فتساقط الناس، فرضخوا بحجارة من سجيل منضود. ما معنى منضود؟ أي متراس. ألا ترى في قوله تعالى وطلح منضود، الطلح هو الموز، ألا ترى الموز كيف منضود متراس؟ منضود أي متتابع متراس، لا تكاد تجد بين الواحدة والأخرى مسافة. فرضخوا بحجارة من سجيل منضود متتابع، حجر ورا حجر، رضخوا بعذاب عظيم، فغشاها ما غشاه، والذي أهلك أعاد الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، فجعل عاليها سافلها، ثم رضخوا بحجارة، ثم ضربت تلك الأرض مقلوبة على هذا المكان، فحصل جرف هائل من قوة تلك الضربة حتى نزلت تلك الأرض وساخت في أعماق الأرض، فصار جرفا عظيما، وصفه الله بقوله ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. لو ذهب أحدكم الآن إلى الأردن ورأى هذا المكان البحر الميت لرأى 400 متر من مستوى البحر إلى الماء، هذا البحر يسمى البحر الميت لقوة معادنه الكثيفة، ليس فيه حياة، لو وضعت فيه سمكة ماتت. وقد بحث في هذا الزمان عن هذه المعادن، قالوا هذه المعادن ليست موجودة في الأرض، هذه نيازك نزلت من السماء، إذن قلبت تلك القرى فضربت، وهي إلى اليوم لقد تركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم. وقال الله مخاطبا قريش الذين كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة ورحلة الصيف إلى الشام، قال مخاطبا قريش ولا قال وإنكم يا معشر قريش لتمرون عليهم مصبحين، أي وأنتم ذاهبون إلى الشام، وبالليل أي وأنتم عائدون، أفلا تعقلون، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين أي وأنتم ذاهبون إلى الشام، وبالليل أي وأنتم عائدون، أفلا تعقلون. وقال الله عن هذه القرى وإنها أي قرى قوم لوط لبسبيل يا معشر قريش المقيم. ما معنى السبيل المقيم؟ أي طريق دائم، لو سألني أحدهم أو سألت أحدا أين الطريق إلى أب سيقول هذا هو سبيل مقيم، هذا هو الطريق الدائم الذي يمر الناس عليه إلى أب،
قال الله وإنها أي قرى قوم لوط لبسبيل مقيم لبطريق دائم تمرون عليهم وأنتم ذاهبون إلى الشام وأنتم عائدون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال مخاطبا قريش ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها؟ الجواب بلى يرونها، لكن كونهم لا يرجون نشورا لم يتعظوا، بلى قال بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وقال الله عن هذه القرى بعد أن ذكر قرى قوم مدين قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين فانتقمنا منهم. وإنهما أي قرى قوم شعيب وقرى قوم لوط إنهما جميعا لبإمام مبين لبطريق واضح. يا معشر قريش تمرون في ذهابكم إلى الشام على قرى مدين وعلى قرى قوم لوط وإنهما لبإمام مبين. ألا ترون إلى شعيب وهو يخاطب قومه قائلا يا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بالعيد، لا زمان ولا مكان، قم بجواركم وآخر قوم أهلك قبلكم وما قوم لوط منكم ببعيد. وهكذا أهلك الله قوم لوط بهذه الآية العظيمة قرف هائل إلى اليوم ما زال، ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم لما وقع الهلاك في زمان إبراهيم أقبل الناس على إبراهيم وعلى التوحيد أفواجا يؤمنون بالله وبرسوله، وهكذا انتشر التوحيد في أرض الشام. ثم إسماعيل ها هنا نبيا رسولا على ملة إبراهيم يدعو العرب إلى هذه الملة، فنزل إبراهيم جنوبا أمره الله أن يبني البيت الحرام، فنزل إبراهيم جنوبا إلى مكة ليبني البيت الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا هذا العمل إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث في هؤلاء العرب هنا في الجزيرة رسولا منهم بلغتهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ قال إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث في هؤلاء الناس في الجزيرة العربية رسولا منهم أي بلغتهم ومن جنسهم ومنهم عربي مثلهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم لما بنى البيت الحرام قال الله يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، فأذن إبراهيم في الناس بالحج، يا أيها الناس إن الله ابتنى له بيتا فحجوه. فأقبل العرب من أرض الجزيرة وجاش أهل الشام وأقبل يمنيون يحجون إلى هذا البيت، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي سيأتي الناس على أقدامهم وسيأتون على الضوامر أي على النوق التي قد ضمر جسمها من طول السفر من بعده ومن أماكن بعيدة، قد ضمرت جسم تلك النوق التي جاء عليها الحجاج إلى هذا البيت. يأتين فعل مضارع مبني على السكون والنون النسوة والنون النسوة فاعل، وليس يأتينا بعضنا يظن هذه الآية وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لا المراد أذن يا إبراهيم سيأتي الناس إلى هذا البيت رجالا أي على أقدامهم وعلى الضوامر أيوة أيضا راكبين على النوق التي قد ضمر جسمها ويأتون على الضوامر التي يأتين إلى هذا البيت من كل فج أي من كل أرض وطريق بعيدة إلى هذا البيت العتيق. فقال الله يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فقال الله ومن ذريتك، لكن لا ينال أحد الظالم من ذريتك. الإيمان والدعوة والتوحيد لا يناله أي أحد، لا يناله إلى الموحد، قال لا ينال أحد الظالمين. ثم لما بنى ذلك البيت نادى إبراهيم ربه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. ارزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. فما إعراب من هنا؟ موصولية. انظروا معي الآن، قال ارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم، فما إعراب من؟ موصول، بس ايش اعرابه؟ بدل. ايوه بدل، لانه اراد من؟ اراد المؤمنين. قال ارزق اهلها من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر فقط. فقال الله ومن كفر يا ابراهيم سامتعه وارزقه ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. الا ام بالنسبه للارزاق يستوي فيها الكافر والمؤمن، الا ان البركه مع المؤمن غير. قال الله في هذا الأمر، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن في أمر الدين لا، لا ينال عهد الظالمين. لذلك إبراهيم قال من آمن منهم، فقال الله يا إبراهيم ومن كفر سأرزقه وأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وهكذا مما قاله إبراهيم أيضا، مما ذكره الله عنه، قال ربي أرني أريني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير مختلفة الأشكال والألوان والأنواع فصرهن، صرهن أي ضمهن وقربهن إليك، ثم قطعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ورؤوسها في يديه، ادعهن سيأتين إليك يا إبراهيم سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. اجتمعت الأجزاء بعضها إلى بعض حتى اجتمعت الأجزاء ثم أقبلت إلى إبراهيم كل جسد إلى رأسه. واعلم أن الله عزيز حكيم. وهكذا ذكر الله عن إبراهيم قال إنه كان شاكرا لله، وقال بأنه كان، قال عن هذه الملة وانتشرت ملة إبراهيم وصار إسحاق هنا في الشام، وجاء من وراء إسحاق يعقوب، وإبراهيم ما زال موجود. ألا ترون في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب؟ فجاء يعقوب وإسماعيل هنا في أرض الجزيرة، وهنا إسحاق في أرض الشام، وإبراهيم الآن قد بلغ، صار إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولوط في زمن واحد. إلا إن إبراهيم ولوط قد كبرا وبقي هنالك إسحاق وإسماعيل. ألا ترى في قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق؟ وهنا ترك إبراهيم هذه الملة في أرض الجزيرة وفي أرض الشام، لكن مصر ما زالت على كفر ولم يعبدوا الله ولم يوحدوه. ذلك أن الله سيهيئ لهم دخول يوسف إلى أرض مصر ليهيئ لهم أمر التوحيد. أما الجزيرة والشام فقد دخلوا في الدين أفواجا، وصار إسحاق في أرض الشام وإسماعيل في أرض الجزيرة العربية، والناس على إيمان وتوحيد. قال الله عن هذه الملة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بهذه الملة، بها أي بهذه الملة، إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى بنيه. ماذا قال؟ قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا قال الله عن إبراهيم، قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وجعل الله في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب. قال عنه بأنه شاكرا لله، قانتا لله، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ليتوفى إبراهيم ويدفن في أرض فلسطين في مدينة الخليل. إلى اليوم تسمى مدينة الخليل باسم الخليل، خليل الرحمن. وقال الله عن إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن استمر الأنبياء من بعد إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وسيأتي يوسف ليدخل مصر بهذه الملة، ثم يستمر من بعد يوسف 600 سنة إلى أن يأتي موسى. هؤلاء الأصباط ما زالوا يحملون هذه الملة، يجددون دين إبراهيم، ملة إبراهيم لبني إسرائيل، حتى جاء الفرج ليدخل موسى بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الأمة التي قال الله عنها عن رسوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إلى هنا نكون حصرنا ما جاء في آيات الله عن إبراهيم يعني بشكل مختصر وسريع. لكن الآن السؤال، ما معنى فبهت الذي كفر؟ هنا يمين، ما معنى بهت؟ الوسط من هذه الجهة، أيش معنى بهت؟
انقطع وتحير. طيب ما معنى هجرني مليا؟ هجرني مليا مليا زمنا طويلا. طيب ما معنى سري في أهلك بقطعة من الليل؟ قطعة من الليل ألقيها هذه، أي معنى قطعة من الليل؟ بعد مضي جزء من الليل. طيب واتبع أدبارهم، ما معنى اتبع أدبارهم؟ سر خلفهم وهم يسيرون إيش؟ أمامه. طيب إلا امرأتك لا تسير معك، أو إلا امرأتك لا تلتفت، يصرح المعنى يعني. طيب قال أيضا ما معنى قوله تعالى قال وإنكم لتمرون عليه مصبحين؟ إيش معنى تمرون؟ من الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ لقريش. لتمرون عليهم مصبحين على من؟ يعني الصباح. وإلى المراد بها السفر وأنتم ذاهبون؟ أيوة المراد بها إيش؟ ليس الصباح الفجر، لكن إيش؟ كناية عن السفر. طيب وبالليل؟ أيوة أنتم عائدون. طيب ما معنى وإنها لبسبيل مقيم؟ إيش معنى سبيل مقيم؟ طريق دائم، دائم تذهبون منه وتعودون منه، دائم ثابت. طيب قال وإنهما لبإمام مبين. من هما؟ أيوة لا هذه كبوة عقلتها لو صبر شو يرجي معك. هات أيوة قوم مدين وقوم لوط في إمام مبين. ما معنى إمام مبين؟ طريق واضح. وإنهما أي قوم شعيب وأهل مدين وقوم لوط لبإمام مبين، طريق واضح يا معشر قريش، تمرون عليهم في طريقكم من الشام ذهابا وإيابا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. طيب أين فاعل لا ينال عهد الظالمين؟ أين فاعل ينال؟ أكيد الاحتمال، أكيد الاحتمال، أكد لا تعقل. شوف إذا كنت تأكد إلا أداء. ها ليش تردد؟ ليش تردد؟ طيب ليش تردد؟ ليش ما ثبت؟ طيب ثبت وين فاعل الآن؟ أكيد الاحتمال، أكيد ليش؟ خلاص هو العهد نعم، لكن يعني كثيرا ما يخطئ بعض الناس هذا الفاعل لما يرى المتكلم ضيع عليه المعنى. فالعهد هو الفاعل، أي لا يعني لا ينال، يعني لا يستحق الظالم عهدي، إذن لا ينال عهد الظالمين، العهد هو الفاعل لينال والظالم مفعول به. طيب الآن انتهى دوري اليوم، طبعا ما طولنا قد في الدرس الأول، قد يعني قد كان أمر عجب، لكن الآن عنده سؤال، أحد عنده سؤال في المضى؟ الآن قلنا استمرت ملة إبراهيم والأنبياء إسماعيل وإسحاق يعقوب يوسف والأصباط إلى أن جاء موسى، الملة ملة إبراهيم والقبلة مكة، القبلة مكة، حتى موسى لما جاء في أول عهده في أرض مصر ما زالت قبلته مكة وملته ملة إبراهيم، حتى خرج بقومه إلى الطور ثم نزلت التوراة فحوّت القبلة إلى بيت المقدس، وجاءت شريعة بين إبراهيم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر لهم في التوراة أنه سيأتي رسول خاتم يردكم إلا ملة إلى ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. واستمر كتاب موسى إلى أن جاء الجن في زمن نبينا فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى، استمرت الملة إلى أن جاء موسى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، إلى أن جاء الأصباط هم أنبياء من بعد يوسف، إلى أن جاء عيسى موسى. أحد عنده سؤال قبل انتهاء الدرس؟ تفضل يا أخي، صوت ارفع صوتك، تفضل. أشوف بيت المقدس بين بناء بيت المقدس وبناء مكة كما جاء في البخاري 40 سنة، بينهما 40 سنة وبينهما 40 سنة، إذن بنى يعقوب بيت المقدس بعد بناء مكة 40 سنة، هذا في البخاري. لكن في سؤال ثاني هو أقوى من هذا، لكن الحمد لله أنه ما جاء. ها خلاص نتوقف هنا اليوم، الوقت تمام اليوم كذا. طيب ها تفضل. لا الآن هم في هذه المنطقة الزرقاء شيخنا، الآن هم بين الأردن، الجهة الشرقية في الأردن ساحل البحر الميت، شرقا في أرض الأردن وغربا في أرض فلسطين التي يسوسها هذه الأيام من إسرائيل. فالبحر مقسوم بين الأردن في الجهة الشرقية والجهة الغربية مع في أرض فلسطين، يحتل هذه المنطقة الإسرائيليون أهلها. مدين هنا في شمال السعودية تماما، آخر السعودية جزء منها، وبعض والأسفل جنوب الأردن هناك محافظة تسمى مدين في جنوب الأردن، لكن مدين هنا هي على مشارف هذا البحر وخليج العقبة، من هنا يبدأ، تبدأ من هنا، لكن بقي الأردن في هذا البحر 20 كيلو. لذلك الآن هذه السعودية الآن
آخر حدودها الآن في بينهم بين الإسرائيل 20 كيلو. في هذا المكان الأردن معها ساحل، هذا الساحل هنا مع هذا جنوب الأردن محافظة يسمونها محافظة مدين، وهذه مدين في السعودية في شمال الجزيرة تماما. فهي على طريق الزمان كانوا لابد أن يمروا هذه الطرقات على أرض مدين ثم يدخلوا أرض قوم لوط حتى يدخلوا الشام. سبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. ها شيخ أنا باقي سؤال واضح؟ طيب هذا السؤال إلى هنا والحمد لله. صلى الله عليه وسلم. لابد، قد قال الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك قال وقرونا بين ذلك كثيرا، كما ذكر الشيخ اليوم حفظه الله. هذه اللحظة في أنبياء كثر لم يذكروا، لكن أو لم يذكروا من ذكر؟ هؤلاء في مصر 3 يوسف وموسى وهارون، وفي العراق 3 نوح وإبراهيم ويونس، وفي الجزيرة العربية هود عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم وصالح أيضا هنا وشعيب، هذول العرب في الجزيرة. والبقية في أرض فلسطين هؤلاء الذين ذكروا في كتاب الله، بقي أنبياء لم يذكرون، لم يذكروا منهم من قصنا عليك ورسل من قصهم عليك، هؤلاء المذكورون في كتاب الله. واضح؟ لكن لا يمنع، قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.